هاي كيفكن؟ اسمي حسان عبد العزيز وانا اخصائي شبكي وأورام العين. انا بعد ما خلصت ماي ميديك سكول رحت على امريكا وعملت اختصاص بباسكوم بالمر بميامي، عملت اختصاص طب العيون هنيك. بعدين انتقلت على كليفلاند، رحت على كليفلاند كلينيك وعملت اختصاص باورام العين. بعدين رحت على لوس انجلوس على يونيفرسيتي اوف ساوثرن كاليفورنيا وين عملت اورام العين وامراض الشبكه، وبعدين نقلت على فانكوفر كندا وين عملت جراحه الشبكه، وبعدها نقلت على لبنان واي جوينت دي سي ام سي تيم. نحن بالديبارتمنت اوف اوفثالمولوجي عندنا سب سبيشلايزد، بكل سبيشالتي عندها اختصاصها وبنركز بهالموضوع لحتى نقدر نعالج العين بشكل كامل. انا بركز اكثر شيء على الريتينا الشبكه اللي هي اكثر شيء ممكن بيصيب الريتينا اللي نحن بنسمع فيهم هن ضمور الشبكه او الماكيولر ديجنريشن. بنعطي الابر، بنعمل عمليات كلياته لحتى نحاول نحسن النظر بهدول المرضى. ومثل ما الكل بيعرف الشبكه السكري ممكن يأذي الشبكه، ونحن لانه السكري بلبنان وبالعالم عم بيزيد نسبته وهذا كثير بيأثر على الشبكه، واذا ما تعالج ممكن يؤدي للعمى. بقى بنعمل ليزرز، بنعمل ابر انجكشنز وسيرجريز، كل شيء بنأمنه هون. عندنا احدث التقنيات لحتى نساعد المرضى تبعونا لحتى يشوفوا احسن شيء واحسن بوتنشال فيجن ما عندهم. كمان اللي عنده vein occlusion، اللي عنده انفصال بالشبكة، كل هيدول نحنا فينا نساعدهم من A to Z. يعني عنا all the equipment اللي that is needed واللي بدنا إياها كل ما نساعد هالمرضى. هلا بالنسبة لأورام العين هيدا شيء تاني، هذا شيء نادر كتير، بس الحمد لله نحنا كنا أول فريق بلبنان بنقدر نعمل treatment للملانومز اللي بقلب العين ولا لكل انواع السرطان الموجوده بالادلتس بالراشدين بالعمر. نحن اول سنتر بلبنان وواحد من فيو بكل الميدل ايست اللي عندنا هدول التكنولوجي بنقدر نامنها للمرضى. بالاخر انا بحب اقول لكل المرضى انه نحن هون لنساعدكم، نحن افيلبل 24/7 ساعة اللي بدكم بنقدر، لحتى يعني همنا الوحيد هو يكون المريض مبسوط والمريض يكون عم يشوف باحسن طريقه ممكن، بس بوتنشال فيجن. مرسي كتير ونشوفكم إن شاء الله بالـCMC.